مساء الخير، جاي عبالكن تشربوا كابوتشينو؟ طب إسبريسو؟ بهالأيام مش بس الإنسان بحاجة للكافيين تيشتغل مزبوط، كمان سيارة جديدة تم اختراعها بإنجلترا بتشتغل على الإسبريسو بدل البنزين اللي سعره بيكوي الجيبة. مشيت السيارة من مانشستر للندن ب 17 ساعة وبتشبه تصميم سيارة الفولكس فاجن موديل 88. أجواء ربيعية بامتياز عم بتسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة إجمالاً وهواء خفيف ورؤية جيدة على الساحل ومتوسطة بالجبال. الرطوبة على الساحل عالية شوي وموج البحر خفيف. ناطرنا ويك أند مشمس وطقس مناسب لكل النشاطات اللي بتحبوا تقوموا فيها إن كان على صعيد الساحل أو بالجبل. الليلة طقسنا بلبنان قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، الحرارة على الساحل 10 درجات منخفضة شوي، لبكرة صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة اللي راح تسجل ببيروت 25. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية ومنروح سوا إلى الشمال حيث عم بتسجل 8 بعكار، طرابلس 18، جبال 19، بيروت 18 درجة، بيت الدين 16، ننتقل من بعدها إلى سور 18، بنت جبال 14، النبطية 15، راشية 15، زحلة 14 درجة، وبعلبك 16، أما الهرميل ف 19 درجة، والرطوبة عم تتراوح بين 50 و 75%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون شمالية جنوبية إلى شمالية شرقية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليلة رح توصل درجات الحرارة للعشرة، نهار السبت بتتراوح بين 12 و 25، ونهار الأحد بين 12 و 25 درجة، والطقس عم بيكون مشمس كليا. الأحد إذن صافي إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 17، القدس 16، الجزائر 18، الرباط 19، نواكشوط 28، روما 15، برلين 9، وباريس 12. وهيدا كان كل شيء. باي.